أعلنت وزارة التربية مساء أمس السبت نتائج اختبارات النهائية للعام الدراسي 2020-2021 وللمرحلة الثانوية للصف الثاني عشر بنسبة نجاح عامة بلغت 91.22% للقسم العلمي و 90.17% للقسم الأدبي و 88.26% للتعليم الديني. ومن جانبه ثمن وزير التربية الدكتور علي المضف خلال اعتماده النتائج عبر تلفزيون دولة الكويت جهود جميع الجهات الحكومية والهيئات واللجان العاملة ولكل من أسهم في إنجاح الاختبارات الاستثنائية والتي عقدت في ضوء التحديات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وأشاد الوزير المضف بالجهود الجبارة التي بذلها منتسبو وزارة التربية إذ عملوا على مدار 24 ساعة لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلبة والذين مروا بظروف استثنائية خلال هذا العام ما دفع إلى التعليم عن بعد والذي تلقوه بجدارة وهو ما عكسته النتائج المحققة.